قصة اليوم أريدها شيخ جليل قالها وأنا لكم أنقلها، فقد فاتني اسمه وفي قوله شخصه ورسمه. نبدأ بالكلام أيها السادة الكرام بالصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد طه الإمام. وموضوع حكايتنا اليوم يا معاشر القوم أن لا يقلل الإنسان من شأن فعل الإحسان ولو كان ما يقدمه صغيرا في عين من يستلمه. وللتوضيح والتفصيل اسمعوا معي القصة بلا تطويل. يقال أن رجلا خرج عند الشروق ليبيع صوفا له في السوق، فمكث قليلا قريب ساعة حتى وجد مشتريا فباعه، وكان قد باعه بدرهم واحد، فأخذه وقصد دكانا قرب أحد المساجد ليشتري طحينا للأولاد والزوجة، فالجوع أوجع منهم البطن والمهجة. فمر على رجلين يتضاربان ويتعاركان ويتجاذبان، وكل واحد منهما أخذ برأس الآخر، وما من لأحد من فكهما قد بادر. فسأل عن خبر فقيل له على الأثر أنهما يقتتلان على درهم، فتوجع لحالهما وتألم وأعطاهما درهما وإليهما سلم وليس معه شيئا سواه، فأتى إلى زوجته مفتوحة يدا فأخبرها بما جرى معه، فسكتت إذ كانت منكسرة طيعة، وقامت وجمعت له أشياء من الدار وذهب ليبيعها آخر النهر. وكان السوق مقفلا فوقف المسكين متأملا، فرأى رجلا ومعه سمكة على طبق يريد بيعها قبل مفاجأة الغسق، فقال له إن معك شيئا قد كسد بعد الجهد ومعي شيئا كسد من غير عمد، فهل لك أن تبيعني هذا بهذا؟ فباعه وعاد كل منهما وكأنه وجد ملاذه. وأسرع صاحب السمكة بالرجوع وقال لزوجته أصلحيها فإننا نكاد نموت من الجوع. فقامت المرأة لتنظفها وشقت بالسكين جوفها، وإذا بيدها تمس شيئا مدورا، فأخرجته فإذا هي لؤلؤة قل مثلها يرى. فقامت إلى بعلها وسارعت بقولها مدهوشة مرتبكة، قد خرج من جوف هذه السمكة شيئا أصغر من بيض الدجاج وهو يقارب بيض الحمام الدراج. فنظر إلى ما أحضرت وما فيه استغربت وتحيرت، فطار من النظر عقله، فهذا الشيء أين يوجد مثله؟ ثم قال إنها لؤلؤة ثمينة ولن تعودي بعد اليوم حزينة. وانطلق بها إلى أحد التجار ممن يعرفون باللؤلؤ والمحار، فسلم عليه فرد عليه السلام وجلس إلى جانبه يتحدث في تقلب الأيام، ثم أخرج اللؤلؤ بروية فدهش التاجر من لمعتها الجلية وتأملها لوقت طويل، ثم قال أيها الزميل أشتريها منك ب40,000 وإن شئت أعطيك المال فتكفى، وإن طلبت أكثر فاذهب بها إلى صديقي أنور فقد يعطيك ما ترغب فتصبح به نفسك أطيب. فذهب بها وقد حصنها، فنظر إليها التاجر فاستحسنها وقال لأشتريها منك ب80,000 وإن طلبت أكثر فاذهب إلى صديقي جعفر. فذهب بها إليه ولما رآها التاجر بإمعان قال له بكل ثقة واطمئنان أشتريها منك ب120,000 زائدة ولا أرى أحدا يزيدك فلسا واحدة. فوافق الرجل وأخذ المال وأسرع به إلى داره في الحال، وسرت زوجته والأولاد وعم بعد البؤس الإسعاد. فلم يقلل هذا الإنسان
من شأن فعل الإحسان، ولو كان ما يقدمه صغيرا في عين من يستلمه. وقد أوضحنا وبكم فرحنا.